وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا. معالي السفير، بعد تحية، هذه الزيارة الهامة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه الجولة الإفريقية التي اختتمها اليوم بموزمبيق والاهتمام بالملف الإفريقي والعمق الاستراتيجي الإفريقي، كيف ترى هذا الأمر؟ أولا موزمبيق هي أول زيارة لرئيس جمهورية مصرية يقوم بزيارة هذا البلد الكبير. موزمبيق بلد الاتحاد البرتغالي، حيث كان تحت الاستعمار البرتغالي، وبلد غني جدا يوجد به أكبر سد في أفريقيا، لديه إمكانيات زراعية عظيمة ومعادن كثيرة، ولكن في المدة الأخيرة تعرض لعدة هجمات إرهابية يقوم بصدها بالتعاون مع بعض الدول الأفريقية الأخرى. ولهذا الأمر رأينا أنه في خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي والرئيس فيليب نيوسي تطرق سيادة الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب وأن مصر لها باع طويل في هذا الأمر، يعني واستعداد مصر للتعاون وتبادل المعلومات والخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، تعقيب حضرتك على هذه النقطة. أولا، أكاديمية الشرطة في مصر وأكاديمية نصر العسكرية تعطي منح دراسية لرجال الشرطة الموزمبيقيين ورجال العسكريين الموزمبيق اللي في عمليات مقاومة الإرهاب والاستئناف والاستبانة من التجارب المصرية في هذا الموضوع. أعتقد أن الحكومة الموزمبيقية تقدر ذلك وقد تطلب المزيد من مثل هذه المنح. الاستثمارات المصرية في شتى المجالات في إفريقيا وأيضا في موزمبيق، وزي ما حضرتك ذكرت يا معالي السفير أنه يعني موزمبيق لديها يعني ولها باع في مجال الزراعة وما إلى ذلك، واستثمارات مصرية في شتى المجالات الزراعية والصناعية والثقافية، حدثني أكثر عن أهمية هذه الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك بين مصر وإفريقيا بشكل عام ومع موزمبيق بشكل خاص. هي طبعا استثمارات القطاع الخاص والقطاع الحكومي في افريقيا بدات منذ عده سنوات وهي مبشره. الرئيس السيسي في خطابه امس للكوميسا اشار الى مثال الشركات المصريه الكبيره التي تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمه في افريقيا مثل تنزانيا سد نيريري الكبير الذي اوسك الشركات المقاولين العرب وشركة السويدي على الانتهاء منه. أيضا الشركات المصرية تقوم باستثمارات كبيرة في أثيوبيا للغرابة، ولكن هي بدأت قبل الجفوة بين مصر وأثيوبيا والكاميرون ونيجيريا وغيرها من الدول الأفريقية، ولكن موزمبيق أعتقد أن القطاع الخاص مقصر جدا لعدم الاستثمار في هذه الدولة البعيدة جدا، قد تكون بعيدة قد تكون غريبة بالنسبة له، ولكن الدول الأخرى وخاصة الدول الآسيوية تقوم بالاستثمارات وتجني أرباح كبيرة من مثل هذه الاستثمارات. فأنا أدعو القطاع الخاص المصري أن يتشجع ويقوم بمساعدة الحكومة المصرية ببحث فرص الاستثمار في دولة موزمبيق الزراعية الواعدة. تطرق الحديث أيضا خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا كيفية إيجاد حلول توافقية لوقف الاقتتال، كيف رأيت يعني توافق الرؤى بين مصر وموزمبيق في القضايا الدولية والإقليمية المختلفة؟ يعني الرئيس السيسي شارك في قمة أفريقية افتراضية منذ عدة أيام بين رؤساء الدول الأفريقية التي تهتم بمثل هذا الموضوع. أعتقد أن موزمبيق توافق على ذلك، ليس فقط لأن أوكرانيا وروسيا من أهم مواردي القمح والذرة البيضاء وغيرها من المنتجات الزراعية لأفريقيا، مما أدى إلى الحرب، أدت إلى توقف سلاسل الإمدادات إلى الدول الأفريقية ومما رفع أسعار المواد الغذائية. هذا مهم للدول الأفريقية أن تسعى إلى إيقاف هذه الحرب
ولكن أيضا لكي تثبت أن أفريقيا تهتم بما يحدث حولها حول العالم وتساهم كما يحدث من دول أخرى في محاولة إنهاء مثل هذه الحرب التي لا تعلى من وراء. صحيح، جزيل الشكر لك سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا.